عشان نتعرف على أبرز المحطات الفنية والمواقف التي لا تنسى في حياة ومسيرة الفنان هشام سليم، معانا على الهاتف الكاتب الصحفي أشرف شرف. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا أستاذ. حضرتك يعني بداية مشوار كبير جدا في السينما والتلفزيون والمسرح، بدأ في سن مبكرة، كيف يعني ازاي شفت بدايات هشام سليم الفنية، والبدايات ازاي كان لها تأثير كبير جدا على مسيرته؟ والله الله يرحمه الحقيقة هشام أو هيشو الجميل زي ما كنا بنناديه يعني، وكان أقرب الناس ليه بيقولوا له هيشو. والله هو يعني بدايته الفنية هو الفن ما كانش في باله يعني. أنا في معلومة غريبة جدا، الناس بتقول إن هو الفن هو مبكرا ومش مبكرا، هو الفن جه بالطريقة الصدفة البحتة زي ما هو حكى لي يعني. إن هو كان في الوقت ده السيدة الشاشة العربية طبعا فاتن حمامة هي صديقة الوالد بشكل كبير جدا يعني، وكابتن صالح سليم الله يرحمه كان من أقرب أصدقائها يعني. فهي قالت له أنا عايزة هشام يمثل معايا، فجت الفكرة من هنا إنه إمبراطورية ميم، لدرجة إن هو دايما كان بيقول لي إنه حسين كمال دايما مخرج الفيلم العظيم يعني دايما كان بيشتكي منه وبيقول إن هو ده جاي يلعب كورة مش جاي يمثل يعني. كان الوقت ده تحديدا هو صغير يعني، وقتها كان 73 وهو كان وقتها عمره 14 سنه تقريبا يعني. فكان مهووس بالكوره اكتر من التمثيل، وبعد كده ابتدى يركز في التمثيل لما حس انه بيحقق نجاحات مش العكس. طيب استاذ اشرف، بعد التحيه يعني يمكن اعمال الفنان الكبير هشام سليم موجوده وعايشه الحقيقه في اذهان كل المصريين، بس عايزين نعرف منك، دايما عندك كواليس، دايما عندك حاجات مش دايما مش معروفه او الناس مش عارفاها، ايه اللي ممكن تفتكره الفنان هشام سليم؟ والله يعني هو هشام على المستوى الانساني يعني بني ادم نبيل الحقيقه، وصاحب خلق عالي جدا يعني. فالنقلات الفنيه في حياته هي اللي عملت بالطفره. طبعا هتلاقي من البدايات يعني هتلاقي تزوير في اوراق سميه، لا تسالني من انا، ابتدت الناس تبص لهشام سليم في منتصف الثمانينات بشكل مختلف. ومن الاسرار اللي محدش يعرفها انه قدم دور مصطفى كامل هو صغير الزعيم الوطني خالد يعني في فيلم تسجيلي يعني. من الحاجات كمان الكواليس اللي محدش يعرفها عن هشام سليم الله يرحمه، هتلاقي كمان هتلاقي في افلام وتجارب، هتلاقي الرايه البيضاء، هتلاقي ارابيسك في التلفزيون، ليالي حلميه طبعا دور عادل البدري محدش يعني، مرورا بكل التفاصيل، ظل المحارب، حرب الجواسيس، المصراويه الجزء الاول طبعا، وهتلاقي حاجات امرأة من زمن الحب، هوانم برد، هتلاقي هشام عنده رصيد فني كبير تجاوز ال 100 عمل بين السينما والتلفزيون والمسرح. المسرح كان. طب برؤيتك النقديه يعني هو صاحب زي ما حضرتك قلت اداء سلس وبسيط وبيصل مباشره لقلوب الناس، ابرز ملامح الاداء الفني لهشام سليم، وازاي اختلف ما بين المسرح وما بين السينما والشاشه كمان في الدراما التلفزيونيه؟ هشام هتلاقيه متنوع الحقيقه، تنوع غريب جدا. هتلاقيه هشام اللي في التلفزيون غير هشام اللي في السينما. هتلاقي البريق والحاجات طبعا اللي عاوز تلف الضال، انا نسيت اقوله من الاعمال كانت في مشوار، و يعني وطبعا يا دنيا يا غرامي برضه فيلم مهم جدا في مسيرته الحقيقه، وحتى الافلام الخفيفه اللي هو زي ميت كل مع شريهان او كريستال برضه مع شريهان، شريهان دي خدت جزء كبير جدا من مشواره لانه من اقرب الناس ليه اصلا كانت، وطبعا يسرى طبعا بحكم الصله العائليه، لكن برضه يسرى هي تظل برضه من اقرب الصديقات يعني. هشام في المسرح برضه هتلاقي شارع محمد علي، هتلاقي تجارب مسرحيه مختلفه الحقيقه. فهشام يعني فنان متفرد يعني. وفي حاجات طبعا حاجات كتيره جدا هتلاقيها في مشواره
سواء سينما او تلفزيون، هتلاقي تبص تلاقي هشام سليم ما تعرفش، يعني هتقول انه الدور ده ما كانش يصلح لهشام سليم. هو صاحب بصمه تخص الحقيقه. طبعا هو صاحب بصمه وهو متفرد في ادائه، والحقيقه هو عايش في قلوبنا وفي قلوب كل محبيه وجماهيره باعماله الفنيه اللي مكمله معانا. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي اشرف شرف، شكرا جزيلا.